وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى السعودية للمشاركة في الدورة 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والتي تعقد بمدينة جدة. وتأتي مشاركة الرئيس السيسي بالقمة العربية في إطار حرص مصر الدائم على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، واستمرارا لدور مصر في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك وتوحيد الصف لصالح الشعوب العربية كافة. عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة مستجدات منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة ITS المرحلة الأولى. وأشار مدبول إلى الأهمية المتعاظمة لتطبيق منظومة النقل الذكي على المحاور والطرق السريعة، والتي من شأنها أن تدخل الطرق مرحلة جديدة تتواكب النهضة الشاملة التي يعيشها هذا القطاع، مؤكدا أنه يتم مراعاة التنفيذ وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي طبقا لأعلى المعايير بهدف تحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الجمهورية. عقد وزير التنمية المحلية هشام أمن اجتماعا مع وزيرة البيئة الكورية هان واجن، وذلك بمشاركة وفد رفيع المستوى من وزارة البيئة الكورية ونائب رئيس المعهد الكوري للتكنولوجيا والصناعة. وأكد أمن أن الزيارة ستساهم في وضع إطار وثيق للتعاون بين الجانبين، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم في مجال التنمية المحلية بين مصر وكوريا الجنوبية في شهر أكتوبر الماضي، والتي تضمنت بند هاما حول تطوير منظومة المخلفات الصلبة. خسر الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي طعنا على حكم صدر في عام 2021 بإدانته في قضية فساد واستغلال نفوذ أمام محكمة الاستئناف في باريس. وأيدت محكمة استئناف فرنسية إدانة الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي في قضية فساد، كما أيدت المحكمة منعا مؤقتا لساركوزي من شغل وظائف عامة. أعلن ليفربول اليوم رسميا رحيل 4 لاعبين من صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري. وذكر ليفربول عبر موقعه الرسمي أن الرباعي الذي سيرحل عن الفريق بنهاية تعاقده هو روبرتو فيرمينيو وجيمس ميلنر ونابي كيتا وأليكس أوكسلايد شامبرلاين، وسيكون الظهور الأخير للرباعي في ملعب أنفيلد يوم السبت المقبل ضد أستون فيلا في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.